سالي، محطتنا التالية من حلب الشهباء رح نتعرف فيها على إبداع سيدة حلبية بالأعمال اليدوية، هالأعمال اللي بتحاكي ذاكرة الشهر الفضيل، مع الفنانة التشكيلية علا العجيلي، ورح تكون معنا باتصال هاتفي من حلب. يسعد صباحك. صباح الخير ورمضان كريم علينا وعليك يا رب. المشاهدين الأعزاء، يسعد صباحك الفنانة التشكيلية علا، وصباح حلب الجميل، حلب الشهباء. يعني خلينا نحكي عن الموهبة اللي اتجهتي لها كمان بالأعمال اليدوية، ومثل ما بنعرف أيضا الفضيات والتصاميم الشرقية، وأيضا كان لك حضور بالخط العربي ضمن هيدا التصاميم، كان له حضور واضح. لأي درجة كانت الاستفادة من جماليات الخط؟ تماما، هلا هو بصراحه انا كان مسبقا حتى قبل ما ادرس بكليه الفنون الجميله عندي شغف بموضوع تصميم الاكسسوارات، وبالاساس انا بحب التصاميم الشرقيه والخط العربي. فاول ما بلشت كانت بداياتي باستخدام الخط العربي باشكال بسيطه، وتطورت طبعا مع تقادم الزمن، وبشكل عام الفن عمل تراكمي، فتطور مره بعد مره من اراء الزباين، من اراء الناس المحيطين فيني، فبالتالي صار في تطور لاستخدام الخط العربي اكيد والزخرفه الشرقيه. وبما انه نحن بشهر رمضان المبارك، فكان اكيد اضفاء اللمسه الشرقيه على التصاميم شيء اكيد وضروري. نعم نعم. علا، عم نشوف نحن على الشاشه نماذج من اعمالك. خلينا نحكي اليوم عن الشهر الفضيل، له خصوصيه دائما باعمال كل حرفي او فنان. خلينا نحكي عن اعمالك اللي عم تحاكي ذاكره هذا الشهر الفضيل. تماما، هلا بشكل عام بشهر رمضان المبارك نحن بالاساس بنلجا لتفاصيل هذا الشهر الكريم يلي هي بتتجلى بالزخارف العربيه بالالوان يلي هي الالوان الاساسيه مثل الازرق والاحمر والاصفر. فبالاساس انا بستخدم ماده النحاس كثير يلي هي لها هيك روح خاصه بهذا الشهر. اللي حاولت اعمله اكثر انه اخذ تفاصيل او موتيفات بسموها إلى علاقة بهذا الشهر، مثل الكف أكثر شيء يمكن ظاهر معكم على الشاشة اللي هو بسموه كف فاطمة. نعم. حاولت أدخل عليه زخارف إلى علاقة بهذا الشهر من التفاصيل عموما المعمارية أو تفاصيل الديكور الشرقيات. نعم. وضفت عليها ألوان بتميز فيها هذا الشهر الكريم عن طريق مادة المينا يلي هي بتنزل على النحاس، وبالتالي بتعطيه لمسة وطابع شرقي مميز بالأخير. نعم، يعني يا علا ايضا عم نشوف يعني حتى الاكسسوارات فيها لمسه فن جميله يا علا، وايضا دائما حروف اللغه العربيه تتميز بطابع جمالي، يعني مثل ما بنعرف ممكن يكون في تلوين فيها. ايضا كان لك تجارب سابقه، احكي لنا عنها يعني بمناحي الفن، تفضلي. تماما، هلا انا بصراحه صار لي بمجال الاكسسوارات اكثر من 5 سنين، اما بمجال الفن التشكيلي لي تقريبا شيء 12 سنه. عموما الفنان بيمر بمراحل تطور عديده، ببلش بشكل وبينتهى بشكل اخر باللوحه. نفس الشيء كان ينعكس على تصاميم الاكسسوارات او الفضيات اللي كنت اعملها. دائما كنت ابلش بالخط العربي كبدايه، او خلينا نقول كمفهوم، ويتطور معي وينضاف له تفاصيل أكثر ويمرق بتطورات فنية عديدة لحتى يوصل بالشكل النهائي. نفس الشيء كانت تمرق اللوحة الفنية كمان بنفس التطورات وبنفس المراحل. أكيد بالمعارض الأولية اللي أنا اشتركت فيها كانت تصاميمي بسيطة، وإنما حاولت ناس بشكل عام حابة إيش هي الأجواء اللي بتستمر على صفحة الأسوارات، شو هو الشيء اللي بيأثر عليها، شو هو المرغوب أكثر. نعم. واهم شيء عكس هويتنا العربيه من خلال قطعه الاكسسوار. نعم. علا، خلينا نحكي كمان عن مشاريعك المستقبليه. نحن بنعرف حاليا بزمن الكورونا كثير من الاعمال توقفت، ولكن بعد فتره ان شاء الله بترجع. خلينا نحكي شو عم تحضري مستقبلا. تماما، صراحه انا استغليت هي الفتره بشكل ايجابي، اكيد التزام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه هو شيء مفروض علينا كلياتنا لحتى نحافظ على سلامتنا. فانا استغليت هي الفتره بانه اطور تصميمي. يمكن الفترات السابقه لانه كان في معارض ثانيه ورا بعضها، ما كنت قدرانه انه اعطي التصميم فتره كثير طويله بانه هو يتخمر كما يجب ما بيقولوا، وانما هي الفتره كانت فتره مفيده
لحتى اعمل دراسه تصاميم افضل وبالتالي انتج منتوجات افضل. هلا الصراحه المشروع المستقبلي هو طرح مواد او اكسسوارات بتناسب جميع الطاقات الشرائيه، بحيث انه ما تكون القطعه بس حكر على فئه معينه وانما تناسب كل الفئات، فبالتالي عم نحاول نطالع اكثر من مجموعه اكسسوارات او فضيات تناسب جميع الذوائق طبعا بطابعنا ولمستنا المميز مثل ما بيقولوا، وانما باسعار تناسب كل الطاقات الشرائيه لحتى يصير في انتشار جيد للقطع. نعم، يعني علا ايضا عم يعني مثل ما حكيتي انت استثمرتي وقتك ضمن فتره الحجر المنزلي بالتطور بالتعلم اكثر وانشاء تصاميم اجمل. ايضا ممكن يعني مثل ما بنعرف ينطلب من حضرتك يعني تصاميم معينه ممكن تعطيهم رايك فيها، وايضا ضمن الصور اللي مرقت معنا على الشاشه شفنا احجار كريمه مثل العقيق مكتوبه عليها، يعني انت بتحبي تدخلي الاحجار الكريمه ضمن الفني اللي عم تشتغليه؟ تماما، هي مثل ما حضرتك ذكرتي بما انه نحن متبعين الخط الشرقي فدائما التصاميم الشرقيه تتميز بادخال الاحجار الكريمه سواء عن طريق اللون او عن طريق الطاقه اللي موجوده بالاحجار. نعم، حكما لازم حجر كريم 100%. انا دائما وقت الزباين بتوجهوا لي بتصميم يعني معين بيكون ببالهم بحاول انصحهم باضافه مثلا احجار كريمه معينه بتناسب شخصيتهم او برج او الى هيك انعكاس جميل عليهم بطريق اللون او الخواص الخاصيه اللي عندها اياها. طبعا بالاخير نحن بنلتزم بزائفه الزبون، اذا حب انه هو ياخذ راينا فتطلع قطعه جيده، وكمان اذا ما حب بنحاول نقدم له اياها اللي هو مثل ما بحب تماما. نعم، ولا دائما بيقولوا انه الفنان بيكون ابن بيئته، وحضرتك من حلب الشهباء، خلينا نحكي اليوم قديش البيئه الحلبيه والتراث والحضاره الحلبيه اليوم قدرتي تعكسيها بالاعمال اللي عم تشتغليها. تماما، كلامك صحيح انت، هو انا بصراحه خليط ما بين حلب والرقه، فبالتالي انا حسيت انه هذا الشيء اضاف للقطعه اللي عندي. في موتيفات بسيطه كمان البدويه تتميز فيها محافظه الرقه، بالاضافه للزخارف او نمط معماري مميز بمدينه حلب معروف عالميا، حاولت اعمل مزيج بيناتهم لحتى تطلع قطعه بتعكس بشكل عام بيئتنا السوريه، وطبعا لها شعارتيه بمحافظه حلب ومحافظه الرقه. في منه خلال السنوات الماضيه انه انا كنت كثير ارجع حلب القديمه اصور واشوف بشكل عام طراز مختلفه، هذا الشيء كثير بشكل او باخر معكوس ذاكرتي البصريه وكان له قطعه كثير. فيمكن بنلاحظ العرب في التفاتات او بالاخير بشفت القطعه كيف مصممه كثير بتشبه الاقوال الموجوده بتصاميم العماره الحلبيه، الزخارف اللي بنلاقيها بداخل قلعه حلب او بالاسواق القديمه يمكن ما أنا مسقطه بشكل مباشر وانما هي انعكاس من ذاكره البصريه للفنانه اللي بيكون عم تشتغل القطعه. نعم، يعني علا بدنا نتمنى لك التوفيق، بدنا نتمنى لك ايضا هيك النجاح بكل مجالات عملك، وايضا لك ولعائلتك هيك ان شاء الله الشهر الفضيل يكون خير وسلام عليكم، رمضان كريم عليكي. شكرا لك وشكرا للاتصال اللي كان معنا لليوم. صحيح، شكرا لك.